السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا رب العالمين. اليوم دخلنا ديب ديال قصه، ما دخلناش فيها كونتيت كثيره، هادشي اللي دخل فيها 23 حبه اللي بغاها يزرب عليها. ما حدا كاينه ديب ديال العطر ديال قصه امبيريال، راه متوفره حاليا في المحل. الناس اللي كانوا كيسولوا عليها راه متوفره في المحل، شركه اماراتيه حتى هي كتحط لي ديب ديال العطور، ديال راكم عارفين العطور بحال دابا قصه امبيريال، قصه البينك ديالها، كاع العطور حاليا راه كيتحطوا لي ديب. والناس اللي كانوا كياخذوا قصه امبيريال ولا كياخذوا باثمنه اللي مرتفعه ما تيقدروش على دوك الاثمنه، كياخذوا البدائل، وحتى البدائل تيكونوا فيهم ثبات زوين وتتكون ريحتهم زوينه. هذه الشركه ديال فان اللي بغاها راه متوفره حاليا في المحل. الباكاجين ديالها من الداخل كيجي على هذا الشكل، هذا انا مفتحها معكم. بالنسبة للميل فرا فيها 80 ml، هذه الجيب ديال قصة امبيريال كتمشي نساء ورجال. نخليكم لي نوط ديالها في الجن. الشكل ديال العطر كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، باكاجين ديال العطر من شركة ديال فان. نفتحها معكم باش تشوفوها كي دايره. راه ديجا خدمنا بها وديجا جبناها للمحل والحمد لله لقات واحد الاقبال. ومن العطور اللي ما كيدخلوش ديما، يعني مره واحده انا اللي كنت دخلت عندي المحل، مره واحده اللي كانت دخلت، هذه المره الثانيه اللي كنجيبها. العبوه ديالتها كتجي ديال الزاج، كتجي ثقيله. شوف ديال لومبالاج ديالها كيفاش كيجي كيف ما كتشوفوا. شوف ديال لومبالاج ديالها كيجي الغطاء ديالها ديال العود، العطر كيجي على هذا الشكل، راه كتمشي لنساء ورجال. خليكم لي نوط ديالها في الجنب. اللي بغاتها راه متوفره حاليا في المحل، الثمن ديالها 250 درهم. الغطاء ديالها كيجي فيه هنايا مغناطيس، شوفوا كيفاش كتجي. الثمن ديالها 250 درهم. اللي بغاها مرحبا، 100 ألف مرحبا. وما تنساوش لايك لايك، شكرا بزاف على التعليق ديالكم. الفيديو ديال البارح تقريبا شي 100 تعليق، باقي ما جاوبتش حيت ما ساليش انا، غير غنسالي غندخل نجاوب كلشي. شكرا لكم بزاف اللي ما جاوبش في اليوتيوب، اما الواتساب راني مجاوبه على كلشي. اللي بغى شي حاجه مرحبا، 100 ألف مرحبا. شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على الحب ديالكم، كيف ما نتوما كتبغيوني لله في سبيل الله حتى انا كنحماق عليكم والله القسم الا كنبغيكم بحال خوتي كاملين. اش غادي نقول لكم؟ راكم عارفين الدنيا سبحان العظيم كتلاقيك مع الناس طوب وحشه، الناس فيهم وفيهم، كاين اللي كتلاقى معاه زوين، كاين اللي كتلاقى معاه خايب، كاين كل سبحان الله العظيم كله وتربيته وكله وكي داير. اش غادي نقول لكم؟ المهم بلا ما نجبدوا داكشي، الناس طوب وحجر. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على التعليق ديالكم. الحمد لله 90 او نقولوا 99% ديال الناس اللي متبعيني كيبغيوني كيف ما انا كنبغيهم. كاين واحد 6% 7% ديال الناس كيكونوا داخلين غير باش يطلعوا وانما كيديو ما يعاودوا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على الحب ديالكم للقناه. الله يكبر بكم كيف ما تتكبروا بيا، والله يوفق والله يسهل على الجميع. وكيف ما تنقول لكم ديما، الله يبعد علينا ويبعد عليكم شر الخلق، الله ينجينا وينجيكم من شر الخلق. يلا نقول لكم السلام عليكم. الناس اللي باغيين ديب ديال القصه اللي هي روايه راه متوفره حاليا في المحل، ثمن جد مناسب 250 درهم. اللي بغاتها مرحبا، 100 ألف مرحبا. لا كونتيتي هادشي اللي دخل فيها تغدي ان شاء الله ونشارك معكم جديد. الناس اليوم راه ما خرجوش السلعه اليوم حيت اليوم راكم عارفين كاين عيد المسيره، ما كايناش شي الخدمه. غدا ان شاء الله راه غادي تخرج السلعه كامله في الليل ان شاء الله، نصور لكم الكودات ديالكم. غدا ان شاء الله تخرج السلعه على بكري، وهكا كيكون سالى الفيديو. سمحوا لي لا طولت عليكم، كنقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.